بقول لك انا عندي سؤال. هو احنا كده مثلا يعني ايه لما بنخرج مثلا خروجه مع بعض كلام من ده، يعني بنقول مثلا مشاها انجليزي لما الدنيا بقى تكلف بهوأ مننا بقى وكده، بنقول لك انا مشاها انجليزي. مش انجليزي ده التعبير اللي احنا بنستخدمه، تمام؟ الفرنسيين بقى بيقولوا هنمشيها ايه لما يحبوا كل واحد يدفع لنفسه. بص، هو استحال ان احنا نقول اصلا هنمشيها مصري، يعني انت المصري يقول لك هنمشيها انجليزي، الانجليزي يقول لك هنمشيها هولندي، الاسبانيين يقول لك هنمشيها كتالوني، الكلام ده كله. حتى في اكسبريشن انجليزي اسمه ليتس جو داتش، يعني هنمشيها هولندي. حلو، يعني هو كل بلد بقى بترمى على التاني، فاحنا بنقول هنمشيها انجليزي، كل بلد بقى بتقول بقى هتمشيها حاجه تانية. لكن بقى الفرنسيين انت عارف بقى انها لغه شيك والدنيا تمام، فهم مش بيرموا بقى لهم على حد، واخد بالك انت؟ هم مش بيرموا بقى لهم على حد، مش بيقول لك هنمشيها حاجه تانية، لا هم محترمين قوي يعني. يلا بينا حاسب. مين اللي حاسب؟ انا بحاسب النوبه اللي فاتت. حاسب انا ولا مش انا مسقيك عصير قصب الشهر اللي فات؟ طب والفول والطعميه اللي انا محاسب عليهم يابا؟ طب مش انا مأكلك كشري اللي قبليها والاتوبيس وانت داخل تصفر على الكمساري وانا اللي قطعت التذكرتين واتلبست فيها؟ طب ما انا جايب لامك علبه زيت ما دفعتش ثمنهم لغايه دلوقتي. هنسيح على امي منسي اتكل على الله. بقول لك بس عشان تبقى عارف انا مش عايز افات يعني. ايه الصابون كمان جبته لك؟ ماشي ماشي اهو، هي امي السبب بس انا كل امي بتاع خميره. ايوه يعني بيقولوا ايه؟ بص يا سيدي، من الاخر هما الفرنسيين ما عندهمش اكسبريسيون معين ممكن يستخدموه في الحاجه ديت. يعني مثلا خرجوا مع بعض وكل واحد مثلا، يعني مثلا واحد هيجيب حاجه مثلا بخمسة يورو، واحد هيجيب مثلا حاجه ب 20 ب 30 يورو مثلا، فهو مش من المنطق يعني ان هو ايه واحد بس يشتري الليله ديت، يعني طبيعي. فبيقول لك ايه مثلا الحاجات اللي هما بيستخدموها، مثلا يقول لك بيون سباريمون او اون باي سباريمون، يعني كل واحد بقى ايه لنفسه، يعني كل واحد يدفع بقى لوحده. حلو. طب بالصلاه على النبي كده، اللي طفح حاجه يروح يحاسب عليها، لو شربت شيشه نعناع يبقى تقوم تحاسب عليها، مش هنبه عليك تاني. وانت مش معنى انك خمست معايا يبقى ما تدفعش. بيون سيباريمون او اون باي سيباريمون، هما بيستخدموا الايه يا ديت يا ديت. طيب ممكن برضو ممكن نسمع برضو حاجات تانية برضو في السياقات كده. واحد يقول لك ايه شاكان باي بور سوا، شاكان باي بور سوا، يعني كل واحد ايه يدفع لنفسه. حلو، يعني كل واحد باشي لنفسه. ديت بالنسبه لايه للجزئيه اللي انت ممكن تسمعها في النقطه ديت. حلو، هما مش بيقولوا مثلا ما فيش اكسبريسيون، ممكن يستخدموه اللي هو نفس الفكره ديت يعني. طيب لما نحب بقى نجيب العكس بتاعها، يعني واحد مثلا ايه هيتشبحن بقى خلاص ويقول لك ايه الليله دي بتاعتي، الطلعه دي بتاعتي، فيقول لك ايه سي ما تورني، سي ما تورني، سي ما تورني، يعني خلاص يعني ده دوري بقى، الطلعه دي بتاعتي عليا يا رجاله. حلو، فده لما تحب تستخدم الايه العكس بتاعه يعني. بس يا سيدي ده بكل بساطه يعني. احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما موت ابقى اصرف انت، فاهمه ولا لا؟ اهدي نهار اسود منيل، 126 جنيه وانا اللي خلاني تبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونقيل، ما كانت دفعت وانت هنا، ما هي مراتي.